زوار كلاش تي في، سلام الله عليكم. الى جيتي تتبع مزيان اش كيوقع في هاد البلاد السعيده من تناقضات ومفارقات عجيبه، والله حتى يخرج لك العقل العود. شي مسؤولين عندنا في هاد البلاد والله ما تعرف منين تشدهم، كلها كيلغي بالغاه وكيطبق غير قانون وحكام. كاين اللي كيشرق وكاين اللي كيغرب، كاين اللي غادي في الطريق الصحيح والمستقيم، وكاين اللي ما كتعرفو كيفاش كيفكر ولا كيفاش باغي يخدم البلاد. على ذكر ام كلثوم، حيرني امرك حيرني يا مسؤول بلادي. وقتاش نفيقوا ونلقاو كاع المسؤولين ديال بلادنا شادين طريق واحده، يعني القانون ولا شيء غير القانون. وقتاش نفيقوا ونلقاو العدل ولا هو السائد، والعداله هي الكلمه الاسمى ولا شيء ثالثه فوقهما. بلا شك جميع كتسائلوا شنو هي اسباب ودوافع هذه المقدمه الطويله الممله، وعلاش هذا البوداري او البوهالي كيف كيسميوني شي وحدين عمدا مازال ما بغى يدخل لينا مباشره في صلب الموضوع. عاودي غير صبر على خبيزتك، هاني جاي غير وحده وحده. اسماعيل بالخياط، شقيق الوزير السابق منصف بالخياط، غادر السجن من بعد بضعه ايام قليله فقط على اعتقاله، والحكم عليه بسنه حبسا نافذا. وكواك الحق، وكيفاش دار ليها وكيفاش خرج عباد الله وهو محكوم بعام ديال الحبس؟ قال لك سيدي حقه ما حقه، ما بقاش محكوم بعام ديال الحبس. وكيفاش عاوتاني يا البوهالي، عفوا البودالي، واش باغي تحمقنا ولا مطلعها علينا ولا كضحك علينا؟ اللاسي حاشا لله، هذا هو كلام المعقول، وهادشي اللي كتسمعوا راه عادي وطبيعي جدا في المحاكم ديال المغرب. ايه فعلا في الاول لقى واحد القاضي واللي طبعا كان هو اللي حكم عليه بعام ديال الحبس، ولكن من بعد مشى داك القاضي وجا قاضي اخر وقرر باش يحيد ليه هاد العام ويطلقه ويمشي بحاله، واخا يلاه ضرب شي شهير تقريبا من بعد ما اعتقلوه بتهمة خرق الطوارئ الصحية في البلاد والاعتداء على رجل أمن في أحد السدود الأمنية. قال لك السي أن المحكمة ديال السيناف مدينة الدار البيضاء قررت باش تلغي الحكم الابتدائي الأول وتهلا فيه مزيان بحكم قضائي جديد، وهو تخفيض عقوبته من الحبس لمدة سنة نافذة الى شهر واحد فقط. هذا السي خارق حالة الطوارئ الصحية في البلاد وخارج بلا ورقة ديال المقدم في نصاصات الليل، وتعدى على رجل امن بالسب والشتم على حساب ما قالوا في المحضر، ومع ذلك طلقوه من بعد ما تبين لهم ان العقوبة ديالو ما كانش خاصة تفوت اشهر ديال الحبس. واخا نعم السي، القضاء المغربي نزيه ومستقل وما يمكنش لينا نطعنوا فيه. ياك هادشي اللي كتقولوا معشر السادة القضاة المحترمين في بلادي، ملي كتسمعوا شي واحد انتقد شي حكم قضائي من الاحكام القضائيه ديالكم، واخا بلاتي علاش امي نعيمه البدويه مازال ما حنيتو فيها وخليتوها ثابته بعام ديال الحبس؟ واخا هي غير وليه وهبيله واميه، يعني ما قارياش وما عندها حتى شي عقل، علاش ضربتوها بعام ديال الحبس وخليتوها ثابته؟ حيت قالت فقط ان كورونا ما كايناش في البلاد، وهذا قررتو باش تعطيوها شهر ديال الحبس فقط. واخا خرق حاله الطوارئ الصحيه في البلاد وتعدى على رجل أمن أثناء أداء واجبه المهني. العدالة خاصة تكون كتطبق على الجميع، وإلا كانت شي رحمة أو تخفيف فبطبيعة الحال خاصة تعم على جميع المواطنين المغاربة بحكم أنهم كيبقوا دائما سواسية أمام القانون حسب ما يقول الدستور. يعني حتى أمي نايمة كان خاصها تستافد من التخفيف، واخا هذيك الزلة اللي دارت والأخطاء اللي صدرات عليها واللي ما كنجادلوش فيها، فعلى الأقل كان عليكم ترحموا السن ديالها وتخفوا عليها ما نزل، أو تطلقوها كاع تمشي بحالها كيف درتوا مع واحد المجموعة من الأشخاص مؤخرا واللي من بينهم راس لافوكا. وبلا شك أنكم شفتوني ما هضرتش نهائيا على أبو النعيم واللي حتى هو مضروب بعام ديال الحبس. هذا سيدي انا مقتنع شخصيا بان ديك الفعايل ديالو ما عندها حتى شي علاقه بحريه الراي والتعبير، وربما كلامه الخطير بزاف كيستدعي عقوبه اكبر واشد، والعام ديال الحبس اللي عطيتوه ليه راه قليل في وجهه. الى امي نائمه اميه وجاهله فهذا راه عليم وقاري السين حزب كيف كيقولوا الناس القدام، واللي كيعتبروا ان اي واحد حامل لكتاب الله فهو عالم كبير من علماء البلاد. ما علينا، فالسي أبو النعيم كيبقى مسؤول على كلامه 100%، والعقوبة اللي عطاوه كانت في محلها، واخا داروا معاه مزيان من اللي ما صيفطوش للمكتب المركزي للأبحاث القضائية اللي شادوا الوالي عبد الحق الخيام
بحكم أن تصريحات أبو النايم يمكن لنا نصنفوها في خانة التحريض على الإرهاب والإشادة به. أما دابا نجيو للقضية ديال الباطمات، يعني دنيا وأختها ابتسام ومن معهما. دنيا باطمة هي الوحيدة اللي قرر السيد قاضي التحقيق باش يحيد لها تهمة المشاركة في النصب، من بعد ما قرر يتابعها في حالة صراح من أول بداية هذا الملف. واخا نفس التهمة اللي عندها هي اللي عند خوتها، ومادام أن أختها ابتسام تعتقلات بنفس التهمة، فعلاش السيد قاضي التحقيق خلى دنيا باطمة مطلوقة وما قررش باش يديرها راه الاعتقال كيف دار مع الآخرين؟ المهم آخر الأخبار كتقول أن النيابة العامة ما عجبهاش هادشي اللي وقع في ملف حمزة مون بيبي، ورفضات قرار قاضي التحقيق بعدم متابعة دنيا باطمة بتهمة المشاركة في النصب وشقيقتها بتهمة النصب والمشاركة فيه. ومن المعلوم أن السيد قاضي التحقيق كان في قرار المتابعة دياله قال أنه عيما يحقق في هذا الملف، ولكن ما لقى حتى شي دليل كافي باش يتابع هاد السيدة بتهمة المشاركة في النصب. ودابا راه النيابة العامة قرات باش تستأنف هذا القرار، واللي طبعا غادي يتعرض قريبا على غرفة المشورة، وغادي نشوفوا هاد غرفة المشورة باش غادي تحكم. واش هاد غرفة المشورة غادي تمشي مع قرار قاضي التحقيق او غادي تمشي مع توجه النيابة العامة؟ لكن في المقابل قرر قاضي التحقيق إحالة المطربة الشهيرة على المحكمة في حالة صراح، وذلك بعد ان انتج التحقيق أدلة كافية على ارتكاب المتهمات دنيا باطمة وشقيقتها ابتسام وعائشة عياش وصوفيا شاكيري جنح المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد، وأمر قاضي التحقيق بمتابعة المتهمات الثلاث وإحالة المتهمات ابتسام باطمة وعائشة عياش وصوفيا شاكيري في حالة اعتقال، والمتهمة دنيا باطمة في حالة صراح مؤقت مع استمرار تدابير المراقبة القضائية في حقها.
كان معكم محمد البودالي من قناة كلاش تي في. إذا أعجبتكم هذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس لكي تتوصلوا دائما بالجديد. كذلك شاركوا موضوع هذه الحلقة على نطاق واسع لكي تعم الفائدة. بالعربية تعربت بارتاجيو هذا الفيديو باش كل شيء يعرف هذه الحقائق وهذه التفاصيل المثيرة. ولمن يريد مراسلتي هذا بريدي الإلكتروني لكل غاية مفيدة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى حلقة أخرى بإذن الله.